مرحبا بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. آخر فقراتنا النهاردة في البيت الكبير أكيد فقرة مميزة، فقرة مميزة لأن احنا معانا ضيف مميز جدا على مستوى الأداء التحليلي الفني، على المستوى الإدارة، على مستوى الفنيات. معانا نجم من نجوم النادي الأهلي الكابتن فتحي نصير، اللي هيكلمنا أكيد عن مشوار النادي الأهلي في العشرة يا أهلي، وهكلمنا عن مشوار إن شاء الله في الدوري المصري وملفات كتيرة جدا جدا. واحد من أساطير النادي الأهلي الكابتن فتحي نصير يمكن عنده ذكريات كمان طويلة جدا مع النادي الأهلي، رغم كمان أنه هو أصغر مدير فني أو أصغر مدرب بعد اعتزاله في سن 20 سنة. هنتكلم معاه في ملفات كتيرة جدا، ودايما بيشرفنا وينورنا الكابتن فتحي نصير. بنرحب بيك يا كابتن فتحي. أنا كابتن هاني ومرحب بيك وسام، بنرحب بيكم وانتم متألقين من بداية الحلقة كده، يعني ما شاء الله النهاردة يعني. الله يخليك، الله حضرتك مسك الختام. أكيد ومنورنا كالعادة برضو. الحمد لله. عايز أخد رأي حضرتك في المواجهة المرتقبة يوم السبت، لكن عايزك برضو كابتن فتحي تفسر لنا ليه فيتا كلاب موجود في القاهرة من بدري علشان يستعد للمواجهة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هو أولا طبعا فيتا كلاب كان بيلعب في السودان، فهم الإدارة بتاعتهم فكروا هل هم يرجعوا الكونغو ولا يجوا على القاهرة، ففكروا يجوا القاهرة بدل ما يروحوا الكونغو، ويجوا من الكونغو للقاهرة، فأحسن يجوا القاهرة على طول ويعملوا معسكر هنا دايركت. وفي نفس الوقت يتابعوا النادي الأهلي عن قرب، وبالتالي هم مباراة الطلائع شافوها لأن كانت منقولة وهم شافوها وإحنا قاعدين، فعشان يدرسوا آخر مرحلة وصل فيها للنادي الأهلي، فده السبب إن هم جم بدري. يعني هم يعني سببهم هم مش جايين من الكونغو بدري، هم أصلا في السودان، جايين من السودان مش من فجايين مش من السودان يعني فإذا جايين من السودان، السودان من هنا لهناك ساعة وتلت، يعني ما فيش مش هتلاقي. بس ده كابتن بيدل كمان على عملية التحضير وعملية إن هم أكيد محضرين لمباراة النادي الأهلي بشكل كبير جدا. ودايما لما الفرق بتروح بدري ويبقى في أولا مش هقول تأقلم على الجو، لكن التأقلم على البلد نفسها، بيتابعوا النادي الاهلي، عندهم فرصه كمان ان هم يتمرنوا ويشوفوا النادي الاهلي ويدرسوه. عمليه التحضير ديت اكيد بتبقى ايجابيه، يعني التفرغ والعزل عن البلد بالظبط، والتركيز بيزيد ويبقى اهميه المباراه واهميه الخصم يقدروا يحضروا فيه، وبالتالي طموحاتهم كبيره. طالما فرقه بتحضر كده يبقى طموحاتها كبيره، وخاصه بعد فوز كبير على المريخ السوداني. ردود افعال بقى، ايه المطلوب من النادي الاهلي في مباراه زي دي يا كابتن؟ ما هم كمان كسبانين يعني السودان 4-1 أربعة كتير يعني على أرض المريخ. إذا الفرقة بتسجل أهداف يعني عندها القدرة لتسجيل أهداف، رغم إنها خسرت في ملعبها 1-0، لكن جت النهاردة فهي عندها أمل إنها تعوض وتلحق إنها تخش مع سيمبا. هي في تفكيرها كده إن سيمبا كسب الأهلي، طب ليه انا ما اكسبش الاهلي؟ هو في تفكيرهم، وهي كمان في المركز الثاني في حقها تفكر بالطريقه دي. ما هي طبعا على الاقل تحافظ على الثاني. أيوة. ولو حافظت على الثاني يعني ان تصعد هي تصعد على طول يعني خلاص. لكن هي ممكن انها الماتش ده هيكون يعني ايه عنق زجاجه للمجموعه كلها. الاول والثاني والثالث والرابع، هذه المباراه هي المباراه الفاصله. مباراه سيمبا و والهلال السوداني المريخ دولت مش يعني ما نقولش، لان المريخ فقد عنصر كبير ان تأهله يعني الصعود بتاعه. فاذا التفكير في المباراه دي، لان احنا المثلث اللي هو هيصارع على اول وتاني، يعني هم الثلاثه اللي ان شاء الله يصعد منهم اثنين، يعني خلاص ما بين الاهلي وفيتا كلاب وسيمبا. المريخ للاسف يعني الواحد كان متخيل انه المفروض يبقى احسن من كده، وهو فعلا احسن من كده، وكانت تمنياتنا كمان طبعا يكون تاني المجموعه ويصعد بعد الاهلي. لا يعني دي كانت امنياتنا، وده اللي كان متوقع من الفرقه السودانيه والكره السودانيه، يعني كره متطوره وكره حديثه وكره لها تاريخ ولها ماضي ولها يعني. فرقه المريخ مش فرقه سهله يعني، لكن صادفها ظروف وسوء حظ في هذه المباراة، خسرت 4 خسرت الأهلي 3، أصبحت يمكن شوية بره الجيم أو بره اللعبة، أصبحوا من الثلاث فرق دي. فالمباراة دي هتكون فاصلة،
ان لازم الفرقه اللي هي هتكسب ان شاء الله يكون النادي الاهلي، لان النادي الاهلي يركز فيها اكتر. واحنا هنتكلم دلوقتي على الفرقه ليه احنا كنا واصلين للمرحله دي في سيمبا. في العامل النفسي قد ايه مهم او الى اي مدى مهم فوز الاهلي النهارده على بطل الكونغو فيتا كلاب؟ من النواحي النفسيه كابتن فتحي، عشان عارفه حضرتك بتتكلم كويس قوي في النقطه دي. هتكسبيه ان شاء الله لو في مكسب بالاعداد النفسي لفرقه النادي الاهلي. لان المرحله اللي بتمر بيها فرقه النادي الاهلي ده في العالم كله، اي فرقه ساعات بعد كذا بطوله لازم الكيرف ينزل وبعدين يصعد تاني. احنا في مرحله النزول دلوقتي، مرحله سيمبا دي هي مرحله نزول، مرحله الهبوط، مرحله ان ايه نقول ايه الناحيه الذهنيه متعبه ومجهده، المخزون الذهني فاقدينه كتير. كنا لسه بنتكلم مع حضرتك. المخزون الذهني ده اتفقد، المخزون الذهني ده بيؤثر على الناحيه النفسيه، والناحيه النفسيه والجهاز العصبي هما اللي بيأثروا على الجهاز العضلي، فاللي بيجهزوا على الجهاز العضلي يبين الفرقه تعبانه، تحس ان الفرقه تعبانه. ليه بيتسو متماني ادى يوم اجازه زياده؟ عايز يريح اللعيبه، لان اللعيبه حتى لو جات الملعب ومشيت بتفكر، هو مش عايز المخ ده يشتغل. افصله بقى، افصله. هو ساعات كابتن كمان يعني في علم التدريب وحضرتك ادرى الناس بالكلام دوت، بيقول لك في يوم بيبقى افضل من يوم تدريب، يعني لما بتدي يوم راحه للعيبه بيبقى ده كمان تدريب، يعني جزء من اجزاء التدريبات على النواحي البدنيه انك بتدي له راحه، ريكفر، الكفرنج بيعمل له ريكفر بالظبط، بحيث يقدر يدي قوه اكثر. احنا للاسف يا كابتن ما عندناش الاوبشن ده دلوقتي، يعني لو شفنا مباراه النادي الاهلي ان شاء الله يوم السبت، وبعدين عنده مباراه يوم الاربعاء مع الاسماعيلي، مباراه برضه مهمه في الدوري، وبعدين هيسافر على طول بعد المباراه بطياره خاصه هيروح على الكونغو علشان المباراه الثانيه. فانت بتتكلم في ثلاث مباريات مهمين جدا في تقريبا اسبوع. رؤيه حضرتك بقى الفنيه، عمليه هل موسيماني عمليه التدوير يبداها من مباراه فيتا كلاب مع الاسماعيلي؟ يعني الحسابات هتبقى مش بقى حساب مباراتين، انت بتحسب ثلاث مباريات، عندك فيتا كلاب السبت، وعندك الاسماعيلي، وعندك فيتا كلاب كمان بعديها باربع ايام وبينهم سفر. التقسيمه دي من الناحيه الفنيه ازاي موسيماني يشتغل عشان يطلع اكبر انتاج في الثلاث مباريات دول؟ هو بداها باول حاجه صح، ان ادى اليوم الراحه ده. الناس تتخيل ان يوم راحه ليه، لازم يجيب اللعيبه في ايه؟ خلاص المخ كله مليان دلوقتي من الضغط ومن الشحن ومن الاعداد ومن التركيب والكلام ده. ما هي الاصابات برضو نتيجتها الضغط الكتير، ضغط المباريات، ضغط الشحن، الضغط العصبي. يعني ايه ضغط عصبي؟ ان انت لما تتكلمي مع اللعيبه وبتتكلم، يعني بنقعد نكلم اللعيبه كتير كتير كتير، الشحن لما تنفخه في الكوره جامد جامد جامد، الكوره بتفرقع. صحيح. فان ده شحن كتير، فالشحن هو غصب عنه لازم يشحن، يشحن عندي مباراه ما لازم اتكلم فيها، مش هقول له والله انزلوا اتسلوا. مفيش هنا يعني رفاهيه التسالي ورفاهيه الوقت ورفاهيه الفراغ ورفاهيه ان انا يبقى عندي وقت طويل اقدر امرن فيه على خفيف، وامرن الصبح مره وبالظهر مره بالليل، الكلام ده غير موجود. احنا اتحطينا في موقف دلوقتي صعب، وقادرين بايه بقى؟ بامكانيات لعبتنا، بمهاره لعبتنا، بخبرات لعبتنا اللي اكتسبناها من خلال وخدنا لغايه وصلنا نهائي افريقيا في العام الماضي. فاذا الخبرات دي كلها لازم تترجم دلوقتي. عايز اتكلم في ده النهارده، يعني بعيدا عن هزيمه سامبا، بس انت النهارده عندك اصابات وغيابات ومع ذلك بتحقق الفوز على الطلائع. عايزه برضو حضرتك تكلمنا عن دلاله ده ايه، يعني بالنسبه للنادي الاهلي ده معناها حاجه كبيره جدا. الروح القتاليه ستيل لازالت موجود بيها، ودي طبيعيه. الروح القتاليه في لاعبي النادي الاهلي دي موجوده من الصغيرين للكبار، يعني لو لاعب متربي في النادي الاهلي او لاعب عايش في النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني احنا من زمان كنا التعادل بيعتبر خساره، ما نتعادلش، ما نعرفش يعني ايه تعادل، الهزيمه ما نفكرش فيها، ان كل تفكيرنا مكسب مكسب مكسب. فطبعا انت هنا في صراع، احنا كنا في طلائع، بيحضر وبيتكلم وبيقول المدرب وبيقول موسيماني ان احنا عشان بطوله الدوري، عشان النقطه، عشان عشان عشان.
ده عشان يا كابتن كمان تكمله كلام حضرتك علشان النادي الاهلي كمان عنده مؤجلات، ودايما حضرتك عارف ان المؤجلات وخاصه يمكن الزمالك يمكن تعثر في مباراتين، لكن دايما بحساب النقاط هو لسه فوقنا، فبيبقى ضغوط زياده انك مطالب كمان انك تكسب، فدي مش رفاهيه كمان ان احنا ده مباراه، ده مباراه مطلوب منها انك كمان تكسب علشان تصعد وتبقى على قمه الدوري. ده وضع، طب ما هي دي ضغوط كلها. صحيح. هي الضغوط دي كلها بقى اللي كنا بنتكلم فيها، يبقى ضغوط الصعود للقمه في الدوري، ضغوط الصعود للبطوله في المجموعه عشان ابقى الاول، الضغوط لان انا اتحدى التعب، لان الضغط المباريات دي كلها، كل دي ضغوط. اي حاجه بتتاثر فيها الانسان، اول حاجه بتتاثر فيها قبل ما نقول الجهاز العضلي ولا الجهاز الدوري التنفسي كده، اللي هو المخ طبعا، يبقى جهاز عصبي، لان المخ هو اللي بيشغل الاعصاب، والاعصاب هي اللي بتشغل العضلات. دي حاجه علميه، مش اختراع، مش راي فتحي نصير ولا راي كابتن هاني ولا راي سامر، راي احد، لا، الراي ده راي علمي. العلم هو اللي بيقول كده، بيقول ايه؟ ان المخ لما بيتعب اللي هو بيشغل، اللي هو المسؤول عن كل الحركات وكل الاوامر اللي بتروح للجهاز العصبي، اللي بتروح للجهاز العضلي، اللي بتقول للناس تحركوا. عشان حاله النادي الاهلي اللي باينه دلوقتي كده وشفناها، بدات من سيمبا، بدات من هناك، ان في بطء. البطء ده مش اللعيبه ما بتتعمدش ده تبقى بطيئه، اللعيبه عايزه تبقى سريعه، بس الاشارات بتروح بطيئه. الاشارات جايه منين؟ من المخ. اذا المخ تعبان مجهد، هتقول لي الله ايه اللي دخل المخ في اللعبه، بتجري وتلعب كوره وبتاع، كل ده جميل، بس انت ده علم البني ادم، الهيومن بين، النفس البشريه، في مخ البشري. تروح اشاره للعضل، العضل تتحرك، يبقى في الاشارات دي بقت بطيئه، يبقى هتلاقي نفسك اللعب بطيء. الاشارات سريعه لان فايقه، لان المخ بيبقى فايق، يبقى الواحد بيبقى فايق. انت لما بتيجي لنفسك في اول النهار، في اول يوم، تلاقي فريش وبتتحركي ومخك فايق وكده، بتيجي في اخر اليوم لو طول اليوم شغل بتجهدي. بالظبط كده، هي دلوقتي احنا خلاصه الماتشات اللي فاتت والضغوط اللي فيها، وبعد كاس العالم، وبعد الكلام اللي هي المباريات المصريه اللي هي في الدوري المصري، ثم دورات كاس مصر، ثم سافرنا لسيمبا، كل دي ضغوط. في حاجه ثانيه، اللعيبه بتقعد قبل المباراه ما بيعملوا مثلا مسحه كورونا. تقولي ايه يعني ما ياخدوا مسحه كورونا؟ لا، كل واحد على اعصابه، بيقعد فتره أيوة. مضغوط عصبيا. ده دي كفايه كابتن فتحي، دي كفايه طبعا. ان انا النهارده بعمل مسحه والعاده هي كلها بقت مواسم استثنائيه بنتعايش مع كورونا، ان انت تبقى قاعد على اعصابك، هو انا عندي مسحه؟ هو انا هلعب؟ هو انا هتعزل؟ هو انا هخضع للحجر الصحي؟ المدرب بيمر بنفس الموضوع، والمدرب والمعاونين، اللعيبه دي هتنقص ولا بتنقص؟ صحيح يا كابتن، كل دي يا كابتن ضغوط كبيره جدا على لعيبه النادي الاهلي، وده قدر. خلينا نتكلم بكل امانه، طالما انت لعيب في النادي الاهلي لازم وقدرك انك تكون تحت هذه الضغوط. عايز اناقش حضرتك في ازاي نطلع من الضغوط ديت، وازاي موسيماني نترجم ده لناحيه فنيه شويه، ازاي يتعامل معاها موسيماني. لكن في تقرير مهم جدا، كان كاميرا طبعا البيت الكبير متواجده زي ما حضراتكم عارفين، ان فيتا كلاب موجود في مصر بقاله 3 4 ايام. كاميرا البيت الكبير كانت موجوده مع بعثه فيتا كلاب، وكان معانا تقرير او معانا كلام لمدير الكوره، مدير الكوره ديفيز ديابا، ده مدير الكوره لفيتا كلاب، كان معاه لقاء، ولقاء مهم جدا، قال نقاط طويله جدا جدا نتابعها مع حضراتكم، ونرجع مع ضيفنا الكبير الكابتن فتحي نصير. We are here because you know it was a plan. Instead of going back from Sudan, we thought that it was better for us to come here early. So everything is going very, very good. Ali people help us a lot, so we are very happy and nothing to complain. We promise to do the same, to take care about Ali delegation in Congo, because this is a good relationship for the future for our African football. You know, there's three results in football: win, lose, and draw. The most important thing, as always the coach says, is to give our best.
and after what can happen we say thanks God, alhamdulillah, and we look forward for the future. We know that Al is the biggest team in Africa, but as we are Vita Club, we have we are a small team. We respect Ali. We give them all the respect. But in football, as I said, we give our best to for the pride of our colors and for the pride of our president Mama Bestin Kazadi and for our president Vicky Dunga. We do our best to say thanks. And the good way for us, for the team, to say thank you for them to them is to give our best and to bring a good result. As I said, Ali is the big team. They have many players. I know especially Karaba. I play against him in Saudi Arabia. There is also Bualia, the Congolese man. Overall, Ali is the big team. Well, it's not a matter of some individual players, but it's a matter of a group. They are a good team, and we respect them a lot. And as we give our best to show a good football and to give a good spectacle to all our fans. Ali first, all member of the boards of Al Ahly, I say that. Really, you are a model. This club is the model for many other teams. We say to them congratulations and thank you for all they did for African football. And to all the Ali fans, I say that they can keep their work, they support behind the team. Because the power of all clubs in the world is the supporters. But I have to ask also supporters to be a little kind with some coaches, but because they put in too much pressure. يمكن فريق فيتا كلاب زي ما قلنا لحضراتكم موجود يعني مبكرا في القاهرة بيتحضر للمباراة المهمة أمام بطل القارة زي ما المدير الفني سمعنا موجود فعلا من بدري في المدير الفني لفيتا كلاب موجود من فترة في القاهرة استعدادا لمواجهة بطل القارة النادي الأهلي. يمكن لاحظت من طريق كلامه كابتن فتحي أنه مذاكر اللعيبة كمان مش بس طريقة اللعب مش بس ان اوراقك مفتوحه في النادي الاهلي لا مذاكر الطرق حتى الطرق الفرديه طرق اللعيبه الفرديه وده مهم جدا ان احنا لازم ناخد بالنا منه كمان يعني افتكر موسيماني عامل اعتبار لده هو اول حاجه يبان من كلامه اولا محترم النادي الاهلي ايوه صحيح. هو قال كده محترم النادي الاهلي مقدر النادي الاهلي فرحان كافريقي بالنادي الاهلي لان النادي الاهلي مثل افريقيا تمثيل مشرف في البطولات العالميه ويقصد بها كاس العالم. قال لك ان الاهلي ده موديل او مثل لكل الانديه في القاره انها تكون على هذا المستوى ان نكون زي النادي الاهلي. شكر مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي لما قدموه للنادي الاهلي الافريقي بصفته ان هم افريقيين. جماهير النادي الاهلي برضه تطرق لها وقال ان انتوا يعني بتشجعوا هم طبعا ما هي دي نقطه يا كابتن عايز اركز عليها انا يعني من خلال الكلام وطلعت ثلاث نقاط النقطه الاولانيه انه بيقول ان احنا لاعب احسن فريق في افريقيا هو النادي الاهلي وبالتالي الاستعدادات او هو شايف ان حتى من خلال المدير الفني لما بيتكلم بيقول له انت هتلعبوا احسن فريق في افريقيا وبالتالي طلعوا كله عندكم بما معناه انت مش خسران حاجه ودي نقطه ليها ايجابياتها وسلبياتها. الجزء الثاني اتكلم على جماهير النادي الاهلي وقال لهم استمروا في دعمكم للنادي لان ما فيش نادي في العالم بينجح الا لما بيكون الجماهير في ظهره واعتقد ده وقت مهم جدا جدا والرساله دي جت في وقتها ان جماهير النادي الاهلي تبقى سبورت للاعيبتها سبورت لادارتها سبورت للجهاز الفني في الاوقات دي لان نجاحات الفريق هي يعني جاية من إخلاص وجماهير النادي الأهلي اللي هي في اعتقادي رقم واحد قبل حتى اللعيبة يعني هو ركز فيها يعني ما بقول جماهير النادي الأهلي لأن هو عارف جماهير النادي الأهلي لأنه دارس النادي الأهلي رغم تقول لي طب ما دلوقتي مفيش جماهير لا بس هو عارف إن في جماهير يعرف إزاي إن في جماهير كتيرة
الغالبية العظمى في مصر تمثل أو تشجع أو تدعم النادي الأهلي، فده دارس النادي الأهلي زي ما سام بتقول من كل حاجة، من ناحية الجماهير، من ناحية الإدارة، من ناحية اللاعبين، من ناحية التدريب، من ناحية البطولات، من ناحية بس الأداء. قال يا كابتن جملة برضو مهمة جدا. أنا عارف اللعيبة، لكن هو قال أنا كمان، هو قال أنا مثلا أعرف كهربا لعبت معاه في السعودية، لكن هو بيقول إن النادي الأهلي من مميزاته إنه لا يعتمد على اللعب الفردي، وهو بيلعب جماعي. بشغل جماعي بشكل كبير جدا. فده كمان كل ده بيدينا انطباعات إن الناس ديت بصراحة جاية مباراة بالنسبة لها هيلعب ويأدي، يعني لو خسر ده الطبيعي، لكن لو عمل نتيجة إيجابية بالنسبة له هتبقى حاجة كبيرة جدا. وده الخطر يا كابتن فتحي اللي عايز أكلمك فيه، إن المباراة لما بتلاعب فريق زي ما بيقولوا كده مش خسران حاجة، هتلاقي روحهم عالية، هتلاقي استبسال في الدفاع بشكل كبير جدا. فهرجع تاني للنقطة اللي كلمت حضرتك فيها، الضغوط اللي بيمر بيها لعيبة النادي الأهلي، وحضرتك شرحتها بشكل أكتر من رائع. ازاي موسيماني يحاول دوت او يستفيد او يتعامل مع دوت ان المباراه تخرج بشكل لائق على المستوى الفني وعلى مستوى النتيجه يعني؟ ازاي؟ هم اكيد مش هيهاجموا، يعني ما هيلعب من دلوقتي انا بقول اهو عشان على ارضك يا كابتن. يعني لا، هم بيلعبوا عشان النادي الاهلي محترمينه، فهم مش هييجوا يهاجموا النادي الاهلي هنا. دي واحده. الحاجه الثانيه، هم كفرقه لازم نفتكر الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي، الفرق المصريه المحليه. كل فرق بتعمل ايه في النادي الاهلي؟ كل لاعب بيقول لك انا بلعب النادي الاهلي في السنه مرتين. بيطلع اكتر ما عنده. فانا هطلع اكتر حاجه من عندي، اقصى حاجه ايه؟ يعني لو خسرت ما انا خسرت من النادي الاهلي. طيب. لو تعادلت من النادي الاهلي، كسبت النادي الاهلي. اذا الفكر ده كله في اللعيبه دي في الدوري المحلي. انقله بقى لافريقيا، هو هذا الفريق. وزي ما بيتكلم المسؤول عنهم دلوقتي، النادي الاهلي 1 2 3 4 بيقول هذا الكلام عليه. اذا هو هينزل بكره او هينزل يوم السبت ان شاء الله، مش هيهاجم في بدايه المباراه، هو هيدافع كويس قوي. ودي شغلتنا ومسماني شغلته، ان هو يتعامل معاهم نفسيا، يتعامل مع اللاعبين نفسيا، يشيل من عليهم كل الضغوط، يحاول يتعامل مع اللعيبه زي ما بيقول هو بيلعب جماعي. بنلعب جماعي، بس نزود رتمنا في الاداء، نزود سرعه الاداء شويه، نزود سرعه التحضير، نزود سرعه التمرير، نزود سرعه التسديد، نزود سرعه الجري. كل ده السرعات، كل انواع السرعات، سواء سرعه انتقاليه انك بتجري من مكان لمكان، او سرعه تمرير، او سرعه مراوغه، او سرعه ضغط على الخصم. السرعات دي كلها بتفرق بشوفها. بس يعني انا برضو يعني هنعمل ايه؟ ما هو يعني سمعنا اتفضلي. لا انا كنت عايزه اتكلم في حاجه تانية، انه يعني افتكر انه مهمه دلوقتي اللعيبه اللي بتليد، يعني محمد الشناوي مش عايزه اتكلم عليه، مش عايزه اتكلم على تألقه، مش عايزه اتكلم على انه اخطبوط القاره الافريقيه ومصر في حراسه المرمى، عايزه اتكلم على انعكاس التألق ده على يعني هو ده دور دلوقتي، انه يعكس تألقه ده على باقي الفريق يا كابتن فتحي. هم اللعيبه نفسها قبل ما الشناوي يعكس هيشوف الان اي فرقه بطل، اي فرقه بطل لابد ان يكون عندها حارس مرمى قوي. طبعا واحنا محظوظين. ما هو ده اذا ده مضمون. ليه بقى؟ عشان زي الايام دي او زي الظروف اللي بيمر بها النادي الاهلي دي، إذا كانش عندك بطل قوي أو حارس مرمى قوي مش هتكسب مباريات. وبالتالي هم اللعيبة بتفكر في كل الفرص اللي جت، مثلا آخر مباراة لعبناها مع الطلائع، كل فرصة جت للطلائع اللعيبة دلوقتي هتقعد تفكر فيها، لأن لولا كفاءة الشناوي كانت الكرة دي جول، ولولا كفاءته كانت الكرة دي جول، ولولا كفاءته كانت الكرة دي جول. الله ده كنا نتغلب كلنا. الله يبقى أنا عملت إيه؟ هتلاقي الدوافع بتاعت اللعيبة تزيد من انها تشوف الشناوي بيعمل ايه. يعني مش لسه انت مش مستنية حد تشجعيه او تشحنيه او توجهيه او تشرحيله، ان الشناوي مفروض كل الكور دي ما يشيلهاش، مفروض احنا اللي نشيلها من الاول. ايوه من الاول. الثقة كابتن في خط الظهر، يعني هو دايما بيدي الثقة لخط الظهر، لكن وللفرقة كلها. وللفرقة طبعا مفيش شك، لكن محنش وقت يا كابتن عشان يعني هناقش حضرتك في النقطة دي. على المستوى حضرتك بتتكلم فيه إجهاد وفيه 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 وفيه. طيب على المستوى الفني ده رأيي وهتناقش فيه مع حضرتك، مش واجب على موسيماني، هو طبعا ليه الاختيارات، ده حق أصيل ليه، لكن
يبدا يعمل ينقي بعض العناصر، وخاصه احنا عندنا قماشه كبيره. العناصر اللي مش مجهده يعني اللي ما لعبتش مباريات كتيره ورا بعض، ويبدا يوظف اللعيبه دي او يبدا بيها المباراه. على سبيل المثال مثلا اليو ديانج بقى له فترات بينزل اخر 10 دقائق اخر ربع ساعه، وبالتالي المجهود البدني مش زي حمدي فتحي مثلا ولا عمرو السولي. على جزء مثلا احس الفترات ما بيلعبش نتيجه التوقف شويه، فنفسه موجود. محمد شريف كذلك، يعني يبدا ينقي من القماشه اللي عنده ايه اكتر اللعيبه فت على مستوى اللياقه البدنيه اللي ممكن جدا يبدا بيها المباراه بقوه، ويرجع الريتم السريع تاني، يرجع ضغط النادي الاهلي تاني، والعناصر اللي هيخرجها المجهده شويه يديها اخر ربع ساعه اخر تلت ساعه في احتياجات او سيناريو المباراه. شو فكرت انت كنت مدرب وكنت لاعب ثم مدرب، ومدرب مش هتحيزك ولا حاجه، مدرب من المدربين المتميزين الموهوبين البروميسي. لا دي حقيقه. وانت كنت يوم ما بتحط فرقه لا يمكن تتخيل انك هتجيب واحد عارف انه هيديك 6 من 10 وهتريح واحد هيديك 8 من 10. اكيد اللعيبه احنا هنا كلنا كل واحد احنا نفسي بنحب النادي الاهلي، وانت بتقول هذا الكلام من حبك للنادي الاهلي اكيد طبعا، وانا بقول هذا الكلام من حب النادي الاهلي، وسام بتقول هذا الكلام من حبنا. بس برضو خلي حبنا واحنا خلينا على جنب كده العاطفه، ونيجي للراجل المسؤول اللي هو عايش مع اللعيبه، هو عايش معاهم وشايفهم عنده كل لعيبه، فهو عارف التركيبه تتركب ازاي. هاني جنب فتحي في المباراه دي، ولا هاني جنب احمد، جنب علي، جنب يسري، انت فاهم ازاي التوليفه المناسبه للمباراه. طبيعه الماتش هو بس انا بتكلم من النقطه اللي حضرتك بيدرس فيها يعني. بيدرس فيها بقى ايه مرحله الاجهاد. ايوه بالظبط، ما هو لازم يقعد كمان مع الجهاز الطبي. أيوة والجهاز بيدرس فيها مرحله الاجهاد. هل يبقى انا بلعب ثلاثه ما جنب بعض والثلاثة مجهدين بالظبط، يبقى لازم نمارس لهم فريش واحد في النص بالظبط، ده اللي بتكلم عليه بالظبط. انا هلاعب الاثنين الاطراف، ده مجهد وده مجهد، لا طب ما انا الاعب ده خبرته بالظبط، وانزل واحد ثاني فايق. هو اكيد هي التوليفه والتقسيمه ديت اللي المفروض موسيماني يعملها بشكل اكيد. احنا بس انت بتفكر بصوت عالي وبتتكلم بقلبك، يعني انت لما قلت هذا الكلام وانا قاعد مستمع له، مستمع وفرحان ليه؟ لانك يعني انت بتعيش حاله المدرب المتحمس اللي هو عايز يدي. كلامك صح، بس احنا هنا انا وانت وسام قاعدين احنا في شاشه التلفزيون طبعا، لا موسيماني لا يكون في عونه طبعا. فهو في صراع. احنا غير كده هو بيتكلم نمره واحد في اللعيبه، وبيتكلم مع الخصم كمان. ما انا هلاعب الخصم بالظبط، فانا عايز الخصم ده الحته دي. أيوة. عايز لعيب شكله أيوة ايه؟ ايوه على حسب طبيعه المنافس. طبعا ما انا مش هختار. طبعا كلها مقياسات. لو احنا اخترنا فرقتنا ال 11 بمزاجنا من غير ما نبص للفرقه الثانيه ممكن نكون كويسين. دراسه الفرقه الثانيه ده شيء مهم جدا طبعا اكيد. ممكن يا كابتن هاني نكون احنا كويسين وهننزل فرقه كويسه كاسماء لنا. بس كفرقه هتلاقي كويس نزلت الفرقه. طب انا هلعب التكتيك بقى او الخطه اللي هلعب بيها وطريقه اللي هلعب بيها ضد الفرقه دي. دي فين ده؟ انا في واجبات اللعيبه دي مش هتاديها. ايوه يبقى لازم اغير اللاعب ده. يبقى لازم اربط دي بدي عشان اشوف الفكر الخططي بتاعه اللي يتنفذ عشان اضرب الخطه اللي قدامي. هو بيجيد قراءه المنافس. اي ما هو ده بيؤخذ يعني ما هو عنه. ما هو عنه ده دي 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 بتمثل عليه عبء في تشكيل الفرقه. يعني هو مش بيشكل الفرقه في الاول في الاداء. لو خد كلامنا 100 100 ممكن نتناقش معاه هيقول طب انا هلعب ده فريش وده كذا وده وده. بس كده في صراع. هو في صراع. وصراع قوي جدا. صراع قدره هي وجهه نظر اللعيبه. طبعا هي وجهه نظر على اساس يعني انا زي ما حضرتك بتقول انا بفكر بصوت انت ان انا يعني كمدرب بالظبط وعايز النادي الاهلي يظهر في احسن طبعا حالة. يعني كل ده حبا في النادي الاهلي، لكن انت ابن من ابناء النادي الاهلي، وانت يعني عرقك يعني اتروى الحشيشه دي فيها عرق منك يعني من هناك. فاذا
إذن أنت مش بتتكلم كلام فارغ أو لا، بالعكس هو ده كلام الرأي وكلام الرأي العام وكلام السوشيال ميديا كلام الجماهير، كل الناس بتتكلم كده، بس إحنا عايزين نفهمهم لا تعال ستوب، إحنا بنتكلم كده بس هو الراجل ده هيحط وهناخد إن إحنا كل اللعيبة الغير مجهدة اللي هي اللعيبة الفايقة هتنزل. لو هو ده الشرط الوحيد في وضع الفرقة نعمل كده، بس أنا عندي مشكلة تانية، إزاي ألاعب الفرقة اللي قدامي؟ فأنا هلعبها لازم أجيب الحاجة اللي توقفها. أنا عندي 2 لعيبة، واحد سريع وواحد بطيء، البطيء ده حريف كويس قوي وفت، والسريع ما هوش فت. طب هلعب السريع ولا البطيء؟ هلعب الطويل ولا القصير؟ هلعب الراجل اللي هو بيلعب على الكورة ولا بيلعب على الجسم؟ هلعب حاجات كتير. هو بعد كده حسابات اكيد في اعتباره كلها كابتن. هو مشكله انا معاك يا كابتن، الحسابات بتبقى صعبه شويه، لكن انا بتكلم ان قماشه النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي طبعا فيها تديله فرصه بالظبط، تديله فرصه اللي هو عايزه بالظبط، لان المستويات قريبه. اتكلمنا مثلا على حسين قريب من كهربا، بواليا قريب من شريف، بنتكلم على فروقات قليله جدا، لكن اللي احنا بنشتكي منه دلوقتي عمليه الاجهاد الذهني اللي حضرتك شرحتها والاجهاد البدني، ان ممكن جدا يعوض دوت يعني ديانج في نص الملعب فريش، ده وجهه نظر، ينزل جنب عمرو، ينزل جنب حمدي فتحي، فهيديك نوع من انواع الباور شويه في نص الملعب وهكذا يعني. عشان كده يا كابتن هاني احنا دايما نقول ايه، كره القدم اذا تساوت الفرق وتساوى اداء اللاعبين المهارات التوفيق حتى لو المهاره طبعا. صح حتى ما هو هيتساوى في المهاره كمان. ما انا بقول لحضرتك حتى لو التوفيق يا كابتن يبدا بالمدرب. تقول لي المدرب التوفيق ايه؟ انه يختار اللعيبه اللي انت بتقول عليها يا كابتن هاني، وان السيناريو يطلع زي ما هو يعني لا يعني زي ما حضرتك قلت ايه، التوفيق في ان انا اختار اللعيبه الفريش الفايقين القادرين على العطاء اللي هم مش مجهدين عشان يقدروا يدوني. التوفيق في قراءة الخصم ووضع طريقة اللعب والخطة اللي هلعب بيها اللي تناسب. التوفيق في ان اللعبة دي تنفذ لي الكلام اللي انا عايزه مش انزل اللعبة وبس. مهم جدا ان اللعبة دي تعرف هتوقف الخصم اللي قدامي، اللاعب السريع هنوقفه، واللاعب المهاري مش هيبقى مهاري، واللاعب اللي هو بيحتفظ بالكرة مش هيحتفظ بالكرة. ده كله التوفيق. وبعدين التوفيق لحكم المباراة دي نتكلم فيها. طب خلينا نقف عندها. في بداية الحلقة كنا طرحنا سؤال، توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلاب يوم السبت اللي جاي. بعد الفاصل نعرف رأي كابتن فتحي نصير وأراء حضراتكم اللي جاءت على مواقع الاتصال الاجتماعي في البيت الكبير. نفكر حضراتكم بسؤال الحلقة اللي جه في بدايتها، متوقع نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلاب تخلص على إيه؟ احنا هنستعرض مع حضرتك الكابتن فتحي والمشاهدين يعني ما جاء في بعض التوقعات سواء على تويتر على انستجرام على فيسبوك بس، وبعدين نعرف طبعا رأي حضرتك في مين اللي هيسجل الأهداف مش كام. احنا نبدأ من الفيسبوك كالعادة. مصطفى محمد قال للأهلي هيكسب إن شاء الله 2-0. بدوي أبو المجد قال إن شاء الله الفوز للأهلي برضو 2-0. أستاذ رجب السيد توقعه للأهلي 3-0. ده على فيسبوك. على تويتر سيد فرج بيقول إن شاء الله الفوز الأهلي 3-1. مروان برضو على تويتر، مروان ساهر بيقول الأهلي إن شاء الله 2-0. ومحمد ناجح بيقول الأهلي هيكسب إن شاء الله 2-0. ده على تويتر. على انستجرام أسماء بتقول 2-0 للأهلي، أغلبها 2-0 برضو. السيد رضا 2-0 للأهلي، محمود بيومي 3-0 للأهلي، مروان 2 للأهلي. 2-0 للأهلي يا كابتن فتحي، رأي حضرتك إيه؟ لا يعني هو تفاؤل الجمهور ده من ثقتهم في فرقتهم، يعني هم حاسين الفرقه ايه وعارفين الفرقه اللي بول 2 وبول 3 وعارفين اهميه المباراه طبعا والثقه ان الفرقه انك عندك فرقه وعارفه ان فرقتك هتجيب اجوال. ما كانش حد قال انها مش هتجيب اجوال.
كم كيلو؟ لكن هم في ناس قالوا 2 سنة. انا بقول لحضرتك، بسال حضرتك. لا الاهلي ان شاء الله باذن الله يكسب المباراه. كم باي طريقه؟ لا ما هو حته الاهداف وكم كام ودي بتبقى زي ضربه حظ انت بتقوليها. ممكن تبقى 1، ممكن تبقى 2، ممكن تبقى 3. مين ممكن يسجل؟ مين ممكن يسجل في الماتش ده؟ ممكن يسجل النادي. ممكن يسجل النادي الاهلي؟ لا عارفه مين. فانيلا حمرا هتسجل. لا مش عارف. لا كابتن بسال بجد، مين ممكن يسجل من وجهه نظرك في ماتش لو النادي الاهلي بيلعب باسلوب فردي؟ هقول لك مين اللي يسجل، لكن الجماعيه دي في وقتها امام المرمى اللي هيقدر يسجل هيسجل، لان الاهلي لعبه جماعي. حتى تلاقي كل اهدافه مش بيسجلها لاعب ولا اتنين. زمان يعني مثلا من 10-15 سنه كانوا معروفين اللي بيسجلوا اهداف 3 لعيبه او 2 لعيبه بالكتير خالص. دلوقتي لا، دلوقتي مفيش. اختلفت حتى الادوار طبعا، لان دلوقتي اي حد بيجيب جول، اي يعني يجيب ناحيه اليمين. ليه؟ لانك بتلعبي لعب جماعي وليس بمهاره فرديه. ده اللي دايما يردده كمان موسيماني في المباراه. صحيح. يعني زي ما حضرتك بتقول، دلوقتي الادوار بقت متقسمه بشكل او باخر، ودايما والافضل ان كل فريق يكون عنده اكتر من لاعب يقدر يسجل، مش معتمد على لاعب او اتنين بس اللي يسجله. ده راي حضرتك، وسمعنا راي على صفحه القناه بالنسبه لفيسبوك وتويتر وانستجرام. كمان عايزين نعرف اراء الجماهير. الجماهير في الشارع، كان كاميرا البيت الكبير كانت موجوده في الشارع. كمان اراء الجماهير اللي هي ما شاركتش او ما عندهاش فرصه للاشتراك فيه على وسائل التواصل الاجتماعي، نعرف رايهم من خلال التقرير اللي معنا. ان شاء الله الاهلي هيكون على الاقل يا 1-2، ان لم يكن 2 هيبقى 1، لان الاهلي ده مؤسسه. وبعد كده عنده اراده، الفريق بيبقى عنده اراده، بينزل يلعب يجيب الاول، ما بيلعبش على الثاني، بيلعب على الاول دايما. ان شاء الله الاهلي يكسب 3-1 باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله 2-0 باذن الله. 2-0 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بنتوقع فوز كبير باذن الله، هيبقى ان شاء الله 3-1. ان شاء الله ان شاء الله، يعني فوز الاهلي 2-0. متوقع ان الاهلي هيفوز 2-1. اتوقع ان مثلا النادي الاهلي يكسب 2-0. اتوقع 3-0. ممكن مثلا 2-0. ان شاء الله توقعات الاهلي هيرجع لطبيعته، هيقدم ماتش اقوى من الاولاني ان شاء الله، وهتكون نتيجه عاليه جدا كمان ان شاء الله، مش هتقل عن 3 كمان ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ما نغلطش غلطات الماتش بتاع سيمبا، ونكسب 2-1 ان شاء الله. 2-0 ان شاء الله باذن الله. وقفشه واجاي توقعاتي يعني مثلا الاهلي 2-0. 2-0 ان شاء الله. الاهلي يعمل مباراه كويسه ويفوز 2-0 ان شاء الله باذن الله. 2-0 الاهلي، وان شاء الله نقدم اداء محترم يليق بالفريق، وعلى عكس اداء الماتش اللي فات باذن الله اللعيبه تكون في فورمتها الماتش ده، وباذن الله نقدم ماتش محترم يليق باسم الاهلي باذن الله. ان شاء الله 3 ان شاء الله. أكيد كل توقعات إن شاء الله بفوز النادي الأهلي، الكل متفائل، الكل على أمال بإذن الله إن النادي الأهلي يحقق نتيجة طيبة. وكابتن فتحي زي ما بقول، الروح التفاؤل دايما موجودة لجماهير النادي الأهلي، ودايما عندها ثقة في لاعبتها، بالرغم إن بعض زعلان شوية على الأداء، لكن دايما وأحد الجماهير بيقول النادي الأهلي مش عايز يبقى التاني، النادي الأهلي دايما بيلعب على الصدارة. يعني الطبيعي إن هو بيلعب أول، زي ما هم عندهم ثقة في لاعبتهم، اللعيبة تاخد ثقة من الكلام ده. صحيح. ان تحس ان الجماهير كلها متفائله وعندها دي دربت بين اللاعبه وبين الجمهور. طب دلوقتي مفيش جماهير في المدرجات، دلوقتي المدرب او اللاعب اللي بيشوف هذا التقرير وبيشوف الجماهير بتقول ايه، هو ده الربط بينهم. بتحس ان بيحس باللعيبه انها واثقه فينا ان احنا هنكسب. فدي معنوياتهم معنويات بتزيد. ودي دوافع تانية للعيبة. دوافع تانية ايه؟ ان تشوف الجمهور كل واحد صغير او كبير، ست او راجل، طفل او راجل عجوز او جد او كده، كلهم التفاؤل عندهم، وكلهم ما 2-0 2-0 2-0 3-0.
رغم ان هم ما يعرفوش ده الثاني قال ايه وده ايه ما بقالوش بعض، لكن ليه استقروا على هذه النتيجه؟ ده تفاؤل، وده الربط، ده الربط الروحي بين اللعيبه وبين جماهير النادي الاهلي. وده لازم يوصل جدا للعيبه زي ما حضرتك قلت، ده شيء مهم جدا. قبل الفاصل كنت حضرتك بتتكلم برضو في نقطه عايزه افهمها اكتر، يعني كنت بتتكلم على التوفيق، التوفيق قبل الخطه الناجحة، التوفيق قبل تجهيز اللعيبة المناسبين لطبيعة المنافس، التوفيق على المستوى التحكيمي، هي دي النقطة اللي احنا وقفنا عندها وعايزك تشرحها لنا باستفاضة. يعني ايه التوفيق على المستوى التحكيمي؟ لا انا يعني حضرتك ان احنا قلنا التوفيق بعد ما تعملي عملك يبقى فيه توفيق. يعني انا موسيماني ربنا يوفقني ان انا اختار ال 11 بفكر الكابتن هاني لما قال وقلنا ان احسن 11 ايه ويراعي فيهم الناس الغير مجهدين ويراعي الفرقه اللي قدامه شكلها وكده، يبقى ده ربنا هيوفقه نختار لعيبه كويسه، ثم هيختار لهم طريقه اللعب. احنا بنلعب 4-2-3-1 طيب ايه الخطه بقى اللي جواها دي الطريقه؟ طب خطه اللعب، خطه اللعب واجبات اللعيبه في هذه الطريقه. الواجبات دي بتختلف من اللعب ومن خط الخط ومن وقت لوقت في المباراة، وبتختلف طبقا للعيبة اللي قدامي، المنافس طبعا، المنافس اللي قدامي. أنا الواجب بتاعي اللاعب اللي قدامي ده هعمل له إيه؟ هضغط عليه ولا هحلق عليه ولا هشترك قبل ما ياخد الكورة؟ كل دي ده التوفيق. التوفيق ليه؟ التوفيق بقى إن اللعيبة تنفذ كلام المدرب وتنفذ الخطة اللي بيقول عليها بالظبط. طب ده الجانب بتاع اللعيبات. التوفيق ان اللعيب لما بيجي قدام الجول ممكن يشوطها تضرب في القايم، تطلع بره تضرب في القايم، تخش جوه. ده التوفيق. اجاييه جول جابه بدماغه، كره ضربت، ضربت في القايم دخلت، ممكن تضرب في القايم تخرج. فده التوفيق. يبقى ان انا هنا موفق في كده، مش ان انا الحظ جه معايا، لا ان انا وفقت لان انا تعبت. بالظبط. ما هي الكره دي مش هتيجي من الهوا ومش صدفه ده انا لاعبها. لا بس هو التوفيق انها تضرب هنا وتخش. التوفيق بقى في ايه؟ في ان الحكم يديني حقي، ما يظلمنيش، ما يدينيش انذار غلط، حلو التعبير، ما يحسبليش فاول غلط. فاذا ان الحكم التوفيق معناه التوفيق التحكيمي معناه انه الحكم يديك حق. انا عايز حقي، مش عايزه يجي مني. انا عايز حقي. ما يكسلش يروح للفار. لا ما هو الماتش ده ما فيهوش فار. ما انا بقول لك على مثلا يعني لكن اذا ده التوفيق. التوفيق ان انا ما فرقش كتير يعني ادي لكل واحد حقه. ده بالنسبه للحكم، لان هم كل الحكام. انا اقول لحضرتك كل حكام العالم حافظين القانون. القانون في كرة القدم 17 مادة. ال 17 مادة دولت كل الحكام حافظينهم. بس المادة 18 هي دي اللي بتفرق حكم عن حكم. هتقولي يا الله ده القانون بتقول 17، ما المادة 18 دي؟ المادة 18 كيفية تطبيق ال 17 مادة اللي هي إدارة المباراة. تختلف من حكم لحكم. أنا بصفر بقول دي ضربة حرة مباشرة، الكابتن يقول لك لا. وجهة نظره وانا وجهة نظري، هو ده التوفيق. ربنا توفيق الحكم ان يديني حقي من خلال المادة 18، من خلال ادارته للمباراة. التوفيق في ان الجو يبقى مناسب ليا، صحيح. التوفيق في ان يعني حاجات كده، طبعا لو في جمهور ولا في حرارة ولا في كده، دي كلها عوامل يعني داخلة. فاهم؟ كرة القدم دلوقتي التوفيق لها 10% في نتيجة أي مباراة أيا كانت. تابعت تقرير الفيفا؟ تابعت تقرير الفيفا اللي اتكلم أو كتب عن هيمنة الأهلي على البطولات المحلية لمدة 15 سنة؟ تابعته؟ قريته إزاي؟ لا يعني قريته لأن أنا حاسه. لأن أنا عشت. يعني هو بيحكي حاجة عندنا. يعني واحد من بره بيحكي إحنا عملنا إيه؟ أو إحنا شايفين إيه؟ بس لما بتيجي منهم بتبقى أقوى، صح. لأن تبقى جاية من طرف دولي، طرف أقرب، أعلى فكري، أعلى فني، مسؤول عن اللعبة. يعني اللعبة يعني ودايما يا كابتن لغة الأرقام هي بتبقى الناس اللي بره ديت الفيفا ما فيهوش أهلاوي وما فيهوش زملكاوي ومسمعلاوي. هو الراجل بيتعامل من خلال بطولات، بيتعامل من خلال أداء، بيتعامل من خلال
بوينتس النادي الاهلي بياخدها من كل بطوله بياخدها بيضاف ليه بوينتس، عشان كده هو نادي القرن، وان شاء الله يبقى نادي القرن اللي جاي باذن الله من خلال بطولاته ومن خلال ارقامه. كل دوت هو ده النادي الاهلي. حتى كان يعني بعض الناس مش عايزين نرجع لورا ان كاس العالم للانديه ده مش مهمه، لا ده مهم عشان اضاف اكتر من 4 نقاط للنادي الاهلي في مشوار بطولاته. فدايما بنكون فخورين جدا جدا بالنادي الاهلي لما كمان الرساله بتيجي من بره، رسائل البايرن، رسائل الدول الاخرى اللي هنت النادي الاهلي. فحتى على المستوى العالمي ما شاء الله، يعني النادي الاهلي دايما موجود وبقوه، شعار النادي الاهلي في الفيفا، فانيله النادي الاهلي في الفيفا، فكل دوت يعني يزيدنا فخر ان احنا موجودين في كيان النادي الاهلي. ما اكيد يا كابتن هشام، انت بتتكلم كده وانت قاعد، فانا بتخيلك انت بتتكلم بقلبك وبروحك انك لسه لاعب عندك 20 سنه. نفسي العب، نفسي ارجع العب. وبتتكلم بهذا الكلام فعلا، يعني النادي الاهلي وما وصل اليه، ولغه الارقام زي انت قلت، لغه الارقام ما تكذبش ولا تتجمل، لكن بتدي حقائق. مظبوط، ان ما حدش يختلف. اما الكلام المطلق، الكلام النظري، كلام والله ده انا ايه والفرقه ايه، والكلام ده كله كلام نظري نختلف فيه. ممكن النهارده تقول الجو كان برد، سامت لا يعني امبارح كان برد اكتر، لكن اقدر اقول لك الكلام مطلق، يعني امبارح كانت درجه الحراره مثلا 10 والنهارده درجه الحراره 11، خلاص الرقم ما يكذبش. يبقى لكن اما اقول كلام في المطلق ده سهل الناس يعني تقول ده انت بتقول او بتشكك فيه، بتشكك. أو اما الرقم الرقم لا يمكن حد يشكك فيه. وبالتالي لغه الارقام هي لغة العصر، هي لغة الزمن، هي لغة التكنولوجيا، هي لغة النادي الأهلي إن هو نادي القرن، لغة النادي الأهلي إن هو بطل إفريقيا، إن بيحارب على البطولة وبيحافظ عليها. لأنك أنت في نقطة تانية، إحنا بنخش المباراة بنصارع عشان حاجتين، عشان هذه البطولة والحفاظ على البطولة السابقة. صحيح. إن أنا شايلها. صح. أنا شايل الكاس معايا. أنت شايل حمل. فأنا عندي مسؤولية. هدفين مش هدف واحد. أما الفرق اللي بتلعبني عندها هدف واحد، عايزة تاخد البطولة. لكن أنا عايز أحافظ على اللي عندي وعايز أخد البطولة التانية. يبقى أنا على التوالي. وده موجود على مستوى أفريقيا وعلى مستوى الدوري. والدوري. برضو الدوري إحنا أبطال الدوري. ليه بقى النادي الأهلي مضغوط عصبياً؟ عشان الكلمتين اللي أنا قلتهم في الآخر، حبيت أخليهم يبقوا في الآخر على أساس الضغوط اللي أنت محتفظ بحاجة عاوز تحافظ عليها. صحيح. وفي نفس الوقت عايز تاخد الثانيه، فانت عندك حاجتين بتحافظ على، يعني ليك ولدين او ليك بنتين بتحافظ عليهم، واحده لسه بتجيبها والثانيه بتحافظ عليها، هو الثانيه عايز واحده بس. وكمان عايزين نروح كاس عالم تاني ان شاء الله. تروح كاس عالم تاني. طب بمناسبه الدوري، رايك ايه في الدوري يا كابتن لغايه دلوقتي؟ الدوري المصري؟ لا، هو الدوري المصري طبعا غير الدوريات السابقه مبدئيا، يعني في تطور كتير في اداء فرق، في اداء اللاعبين، مع دراسه انهم امام الاهلي مش عاوزين يخسروا. ما الكلام ده مش عاجب كابتن علاء ابراهيم امبارح، مش عارفه شفت الحلقه ولا لا. مش عاجب يعني ان في فرق النهارده على عكس التوقعات من ناحيه الاداء. هو كان ليه راي تاني ان الدوري ضعيف. مستعجب يعني. لا يعني ما نقولش ده اصل ضعيف. هو بيبان له انه ضعيف عشان بيجوا يدافعوا قدام الاهلي. لكن مثلا انت زي فرق، كل الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي بدايه هاتيها من دجله من اول الدوري تعادلنا معاهم. طب ما انت تعادلت مع البنك الاهلي برضه تعادلنا معاه، موقفين الناس كلها ورا وجايين بيقول لك انت تهاجم. مش دي كره القدم، مش دي حلاوه كره القدم، مش دي متعه كره القدم. انت بتهاجم وانا بهاجم وكده، دي الكوره. كل الفرق دلوقتي حاطه النادي الاهلي قدامها، ده بطل افريقيا، ده بطل الدوري، ده الاول، احنا انا عايز الماتش ده وبعد كده ما يحصل اللي يحصله. ده كان الكلام ده من زمان يا كابتن قوي يعني، ولا زال لغايه دلوقتي. طبعا بقول لحضرتك ده اين طب ما هو دجله لو ده قدر النادي الاهلي طبعا، مع النادي الاهلي في بدايه الدوري اذا فرقه قويه راحت فين بعد كده؟ دلوقتي في اخر الدوري. يعني ما نقولش ان الفرق اللي في الدوري دلوقتي التطور اللي فيها والتطور الخطط اللي فيها كيفيه افساد هجمات الاهلي او الزمالك. هم بيلعبوا كده مع الاهلي والزمالك عشان نبقى. طب بره الاهلي والزمالك كابتن، شايف يعني شايف الفرق ازاي؟ شايف
لسه بدري نقول المربع الذهبي ونقول الناس اللي نازله، لان لسه بدري على الدوري، لكن يعني اجماليا كده الكابتن فتحي نصير باصص للدوري ازاي السنه دي، افضل الفرق يعني اسوأ النتائج اسوأ الفرق. لا هو يعني اهلي وزمالك طبعا دولت يعني في مكانه ثانيه، في فرق يعني مش مقديه على قد امكانياتها، يعني مثلا امكانياتها كبيره بيراميدز عندها امكانيات لاعبين امكانيات ماديه، يعني اذا امكانيات فنيه اداريه ماليه، بس ما فيش انتاج جماهيريه وكده، ما فيش انتاج. فين بيراميدز دلوقتي؟ هل بيراميدز قارنها بصراحه مع بقيه الانديه حتى لو انديه شعبيه بامكانياتها؟ لا، بس الامكان الثانيه بتصارع. طب المقارنه ظلمه طبعا يعني لكن لسه ما قدتش، لانها برضو جابت ست لعيبه، والست لعيبه مره واحده لعبوهم لسه مش متفاهمين مع بعض، ظروفهم مع بعض. بحس تلاقي من كل زهره بستان، يعني جايبين لاعب من هنا على لاعب من هنا لاعب من هنا، عاوزين لسه وقت عشان انهم ينصهروا الهرمون بينهم كده. وبعدين غير كده في هدف، يعني انت مثلا اللاعب اللي بيخش في النادي الاهلي جديد بتقول لسه عايز يبقى هرمون، لا هو عنده النادي الاهلي، هو هدفه النادي الاهلي، انا بلعب في النادي الاهلي. فبيراميدز هو هدفه انه يكسب، اسم النادي لسه ما علمش مع اللعيبه، فهو نازل يكسب مباراة. دايما يا كابتن نادي البطولات بيبقى تاريخ، نادي البطولات مش يعني مع احترامي لكل الانديه، لكن دايما الانديه اللي بتلعب على البطولات واصحاب التاريخ في البطولات ليها سمه خاصه وليها شخصيه خاصه. مع احترامي طبعا لبيراميدز نادي على المستوى الفني نادي كويس، ولكن ان تحسب كنادي بطولات لا، يعني لسه قدامه مشوار طويل قوي. ما هو يعني قدامه احنا التاريخ ما بيكذبش زي الارقام ما بتكذبش، ما هو التاريخ ما بيكذبش. 1907 النادي الاهلي، طب انت فين من 1907؟ طب البطولات اللي خدتها دي كلها ما بالارقام، اذا في ضريبه طبعا بيدفعها النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي في انهم بيلعبوا للبطوله، وانهم بيلعبوا ضد هذه الصراعات وضد هذه الاهداف، انهم بتحملهم مسؤوليه كبيره انهم كسبوا بطوله وكسبين بطولات وعايزين يحافظوا وعايزين يمشوا على القطر فيها. شرفتنا النهارده. ميرسي جدا يا خطفتك. انا قلت فيش. شرفتنا النهارده يا كابتن فتحي. الله يكرمك. بجد الحمد لله. دايما بنبقى سعداء بكلامك. الله يكرمك. والله. كابتن فتحي دايما. انا بكون سعيد والله باجي. لا دايما بتمتعنا يا كابتن، ودايما بتشرفنا وبتزيدنا يعني ثقافه وعلم، ودايما يعني دايما متواجد في بيتك. الله يخليك. بيتك طبعا. البيت الكبير بيتنا. الله يخليك. شكرا جزيلا كابتن. ربنا يسلمكم ان شاء الله باذن الله. والمرافقة يا رب. كم يا كابتن؟ يا رب. ان شاء الله. اي لعيب هيجيبها من فانيلا حمرا. طب مين؟ فانيلا حمرا. بقى مين؟ ده لما بقول لك اصل قلت كده ما قلت كده يبقى احنا ما بنلعبش جماعي. مين اللي هيكون وقتها امام المرمى؟ نكسب يا كابتن ان شاء الله. في واحد هيسجل يا كابتن. ايوه احنا واحد هيسجل. عاوزين نكسب يا رب باسم النادي الاهلي. ان شاء الله حتى يكون الشناوي اي حد، المهم نكسب والمهم الثلاث نقاط ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق لفرقتنا النادي الاهلي. ميعادنا مع حضراتكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد من 10 ل 1 في البيت الكبير.